ازيكم عاملين ايه؟ طيب تعالوا بقى نتكلم شوية اقتصاد وشوية استثمار وشوية هنعمل ايه في الاقتصاد. الجلسة الخامسة من المنتدى الفكري كان عنوانها القطاع المالي ودوره في دعم النمو الاقتصادي في مصر. كويس قوي. طيب ايه هي مشاكل الاقتصاد في مصر؟ ده سؤال. ايه هي مشاكل الاستثمار في مصر؟ سؤال تاني. التنافسية الاقتصادية بتاعت مصر أمام الدول الإقليمية والقطاع أو الدول القارية بتاعتنا. طيب وعلاقة الاستثمار في مصر بالاستثمارات الخارجية مباشر أو غير مباشر، زائد كمان الاستثمار الوطني، وده برضو مهم جدا. خلونا ناخد معانا مين معانا داخل الاستوديو منورنا ومشرفنا، سيادة النائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. ازيك يا يوسف؟ اخبارك؟ كله تمام الحمد لله، بخير الحمد لله. انا حطيت يمكن ثلاث اسئله او ثلاث محاور هبداهم، او تعالى ساعدني نبدا بانهي محور. المشكله عندي ولو عندي ايه هي؟ طيب المشكله ان الاقتصاد عنصر تكاملي بين كل اطرافه، يعني النهارده السياسه الماليه والسياسه النقديه والتخطيط والاستثمار كلها محور واحد. محتاجين النهارده في مصر يبقى عندنا استراتيجيه وطنيه للاقتصاد تقول لنا الدولة المصرية في المستقبل القريب توجهاتها ايه في الناحية الاقتصادية. التكامل بين كل الوزارات دي والتفاعل بينهم بشكل يخدم الاقتصاد المصري هو ده اللي بنحتاجه النهارده، وده بقى ملح، لان قد نكون في تقييمنا لكافة الجهات العاملة في الدولة المصرية في الناحية الاقتصادية ان كل جهة متميزة في ملفها. يعني وزارة المالية متميزة جدا في ملفها، معالجة عجز الموازنة ومعالجة المشاكل المالية، البنك المركزي يعالج المشاكل الخاصة بالسياسة النقدية ووضعها، كل ده. لكن النهارده طب التكامل بين ده وده، انا النهارده لما نيجي زي ما حضرتك بدات كلامك بالاستثمار، طب ما الاستثمار عايز يبقى عارف السياسه النقديه وسعر الدولار امام الجنيه في المرحله المقبله. هيعرفه منين؟ اما ان احنا بنتركه لتقارير خارجيه، فلازم النهارده نعلن له عن السياسه النقديه وهي توقعات البنك المركزي في هذا الشان عشان يبني دراسه الجدوى الاستثماريه بتاعته بشكل واضح. دي من المعوقات المهمه جدا. السياسه الماليه والتضخم ووضع عجز الموازنه، وهل الرسوم والضرائب وضعها عامل ازاي؟ يعني النهارده المستثمر المحلي زي ما انت قلت كده هو العنصر الاهم. ليه؟ طبعا. لان الاجنبي بيجي بيعتمد على المستثمر المحلي ان هو بيساله على السوق ده، فيجي يقول له النهارده عندك مشاكل، فممكن يجي يقول له ايه؟ انا بيجي لي كل يوم او كل فتره بتاع ضريبه الدخل، ضريبه العقاريه، ضريبه الارباح الراسماليه. طب ما نوحد الجهات دي. انا ما قلتش حاجه، ما قلتش نقلل او نزود الضرايب، انا قلت نوحد دول، فتبقى المعامله واحده مع المستثمر المحلي، وبالتالي بتسهل عليه. المستثمر محتاج استقرار. التشريع، انا عايز اعرف ضرايبي ورسومي بالكامل ايه عشان وانا بعمل دراستي تبقى كل حاجه واضحه، ما يبقاش في عندي تفريعات بتظهر لي من وقت للتاني وانا في خضم العمليه بتاعتي. بالظبط. انا كمان محتاج ان انا ابقى ثابت على تشريع واحد، حتى لو التشريع او المنظم للاستثمار في مساوئ. المستثمر ما يحتاجش احنا كل شويه نعدله ونقول له احنا هنهيئ لك بيئه الاستثمار، لا، انا عايز استقر، انا ببني بنرستي على استقرار هذه الدوله. فالنهارده اللي احنا بنطرحه ان يبقى عندنا رؤيه للقوانين كمان بتاعتنا النهارده، مثلا قانون 72 لسنه 2017 الخاص بالاستثمار. طيب هو اتعدل كم مره؟ هل هيتعدل تاني في السنوات المقبله؟ انا بقول لك هيتعدل تاني. طب ليه ما يبقاش عندنا قانون واضح غير معدل نبني عليه خطه استثماريه للدوله المصريه، وايه الاهداف والقطاعات اللي احنا بنحتاجها؟ المشكله الحقيقيه في الاستثمار وملف الاقتصاد ثلاث نقط اساسيه: الثقه اللي تبنيها بين المستثمر وبينك كدوله، والشفافيه في اتاحه المعلومات لان هو يحتاج الى اتاحه معلومات كافيه لبناء دراسه الجدوى، والترابط ما بين الجهات الاقتصاديه بشكل واضح جدا. الثلاث مشاكل دول، يعني مثلا هديك مثال كده انا بضربه بشكل كبير جدا. الثقه بتيجي من ان الدوله عندما تقرر شيء امام مستثمر بتنفذه. فالنهارده لما بيحصل اختلاف هو بيبدا يرجع ثلاث خطوات لورا عشان هو الاختلاف ده بياثر عليه في حساباته، ان هو داخل عندك يستثمر عشان يكسب، وبالتالي ينقل لك تكنولوجيا ويعمل كل ده بس داخل يكسب. مثلا ملف التامينات الاجتماعيه، وده انا ضربت مثال بيه في المنتدى الفكري الخاص بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. التامينات الاجتماعيه كان في مصر مشكله كبيره جدا ازليه، هي ان الرواتب التامينيه شيء في كافه القطاعات والشركات والرواتب الضريبيه شيء. ايه اللي حصل؟ ان خرج قانون في التامينات الاجتماعيه في 2020 قال بشكل واضح ان النهارده هنوحد الراتب الضريبي والراتب التاميني، وان كافه الجهات تتحمل هذا العبء اللي هو مساوتهم ببعض من اعتداء من 2020. وقيل نصا ان اللي فات مات، وتشجيعا للاستثمار وتشجيعا لدور
الشركات احنا يا جماعه هنبدا من النهارده عشان نوفق اوضاع. المطالبات تاتي للشركات على 2015 و16 و17، فهنا بيبدا يحصل الخلل. انت النهارده بتوفق اوضاعك وعايز سياسه جديده، كان مر ظهر من الزمان هناك فروق ما بين الرواتب الضريبيه والتامينيه، يبقى انت النهارده لما توفق اوضاعك وفقها ابتداء من تاريخ القانون، لان المحاسبه باثر رجعي هتاثر على كل وهتزيد الاعباء، وفي التالي هتفتح باب للهروب من هذه بشتى الطرق. ابقى خايف اتعثر فابدا الاقي سكك عشان اعرف انفذ من الموضوع. بالظبط. طب هنا بما اني بتكلم على الاستثمار، اما ان الاوان انا في ظني لازم يتعمل وزاره استثمار، لازم، انا عايز يوسف خواجه بيتر الاخ زين فينشن لما يجي يكلم الاستثمار في مصر هيكلم مين؟ مش احمد مظهر. طيب. هيروح يكلم وزاره الاستثمار. طيب كلامك صحيح 100%، وانا يعني بحكم برضه التخصص انا بنادي بده، والوزاره موجوده لان القانون 72 لسنه 2017 بها وزاره ووزير مختص بشؤون الاستثمار وله صلاحياته وله وضعه. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو القائم باعمال وزير الاستثمار. طيب هل المرحله المقبله تحتاج من الدوله المصريه وضع وزير متخصص في هذا الشان لاتاحه الرؤيه امام العالم الخارجي والمستثمرين الخارجيين ان الدوله المصريه تهتم بهذا الملف وبالتالي اصبح له وزير مختص به في هذا الشان؟ اعتقد ان ده هام جدا ان يبقى في عندنا النهارده وزير الاستثمار. ليه كمان؟ ليه وزير وليه النهارده نقول هذا الحاجة؟ لان النهارده ودي تجربه مصريه خالص، احنا بنكررها، تجربه مصر في 2004 2010 ان وزير الاستثمار كان يحل مشاكل المستثمرين وكان هو ممثل المستثمرين وممثل الاستثمار في مجلس الوزراء. اللي محتاج ارض بيتكلم مع وزير الاسكان النهارده، اللي محتاج حاجه عنده مشكله ماليه بيتكلم مع وزير الماليه، فبتتحل في مجلس الوزراء، فتخرج في النهايه ان الاستثمار في مصر في هذه الفتره كان منتعش جدا وكانت الاستثمارات بتجيلك بشكل كبير جدا سواء عربيه او اجنبيه. الجزء الثاني المهم جدا الاستثمار غير المباشر اللي النهارده بنتكلم عليه مثلا في من خلال البورصه ومن خلال مثلا وثيقه ملكيه الدوله وطرح 32 شركه في البورصه. النهارده عشان اشجع استثمار غير مباشر يبقى لازم اشجع البورصه دي وهيئها. طيب انا النهارده المستثمر في البورصه مش عارف انا ضريبه الارباح الراسماليه هل هي اتشالت ولا متاجله ولا مفروضه؟ الخلل في هذا الشان يسبب خلل للمستثمر. 10 خطوات ورا على طول. بالظبط. وكمان النهارده طب ما انا عايز اشجع هذا القطاع والبورصات المصريه عشان الشركات اللي هتطرح تنجح الكتابات بتاعتها بشكل كبير جدا وندخل مستثمرين بشكل مختلف. البورصه النهارده طالعه ودي من المؤشرات الايجابيه وحجم المتعاملين زاد، بس ده الطبيعي قد يكون طبيعي في ظل انخفاض سعر الجنيه امام الدولار واسعار الاسهم اللي اصبحت تنافسيه ومغريه جدا. لكن النهارده انا عايز يبقى عندي خطه واضحه، الدوله المصريه عايزه تستثمر في ايه بشكل قوي، ازاي النهارده الناس اللي عندها مشاكل في القطاع المحلي اعالجهم، لان الورد اوف ماوث بتاعهم او كلامهم على السوق المصري هو العنصر الجاذب للمستثمر الاجنبي والمستثمر الخارجي بشكل كبير. المستثمر الاجنبي او المستثمر الخارجي لو لقى انه المستثمر الوطني، يعني المستثمر اللي جوه مصر ده المستثمر المحلي شغال وثابت ومستقر وعارف يحقق ارباح وعارف يدخل فلوس ويخرج فلوس ويحسب حساباته، ففي الهنا هيبات، هتلاقي المستثمر بتاع بلاد بره ده جاي عادي جدا. ليه؟ لانه مطمن. تمام. بس في نقطه بقى، انا لاحظ ساعات كتير انه تلاقي مستثمر انا شفتها بعيني يعني استثمارات مستعده انها تيجي من بره، بس يجي يقول لك انا مش عايز اخش استثمر مع مستثمر، هخش في حاله واحده بس لو في ضمانه حكوميه، لو المستثمر ده بيشتغل في مشروعات من بتاعه الحكومه او بضمانه حكوميه انا معاه. بعضهم مش هقول لك كلهم، ما بقول ليه، اصل انتوا تقلقوا المستثمرين عندكم في مصر يقلقوا، بيعرفوا يعملوا حاجات كتير وبعد كده الاقيه نفد مني وانا بخسر حاجات كتير في او بخسر جزء كبير من الضخ اللي انا عملته. طيب بص، الضمانه الحكوميه بتيجي بحاجتين اساسيين. الضمانه الاساسيه هو الدستور والقانون اللي بينظم المستثمر الاجنبي ده لما يجي الدوله دي هيشتغل ازاي، سواء هيشتغل لوحده ولا هيشتغل مع بمشاركه الحكومه او هيشتغل مع مستثمرين تانيين وطنيين في هذه الدوله. طيب الدستور واضح جدا في المقاومات الاقتصاديه الواضحه اللي بتشجع الاستثمار وبتشجع في مواده كل اوضاع الاستثمار ابتداء من الماده 27 وكل مواد الدستور في هذا الشان اللي خاصه بتشجيع الاستثمار. طيب القانون بقى هو دي المرجعيه، انا بشتغل النهارده عايز اعمل شركه،
هعملها بقانون كام؟ قانون 159 سنة 81 ولا هدخلها اعملها منطقة حرة؟ طب هل القانون ده اتعدل كام مرة؟ هي دي برضو مشكلتك مع المستثمر. طب ما انتوا كل شوية بتعدلوا حاجة، ما انتوا كل شوية بتفرضوا لنا بقى مش ضريبة، بتفرضوا لنا رسم. تمام؟ هو عايز يبقى عنده رؤية ثابتة، قول لي النهاردة انا هشتغل على ايه؟ العشر سنين الجايين هعمل الاول هخسر اول ثلاث سنين زي ما احنا بنقول، بعدين فلوسي هتجيلي، بعدين هبدا احقق مكسب، فالتارجت بتاعي احققه عامل ازاي؟ دراسه الجدوى الاستثماريه لا تبنى الا على الشفافيه والثقه ما بين المستثمر، ان انت اللي هتقوله له وهتعمله، والحاجه الثانيه ان عندك اتاحه معلومات. النقطه النهارده اللي بيبقى عندنا فاصل فيها وانا بكلمك، هو اللي كل مستثمر بيجي، ما فيش مستثمر هيجي في دوله لها سعرين للدولار. استحاله. تمام؟ هيقعد يتفرج عليك لان هو النهارده عنده توقعات ان قد سعر الجنيه ينزل اكتر، توقعاته. تمام؟ لازم النهارده يبقى انا بعلم بشكل واضح، حتى وان كان المستقبل مش بالاشراق الكامل، نقول والله احنا توقعاتنا ان والله ممكن ما يكونش المستقبل واضح، لكن عندنا خطه لحد نهايه 23 هيحصل كذا، توقعاتنا، ودي مسؤوله عنها في السياسه النقديه البنك المركزي بشكل واضح، عشان ما يبقاش يطلع كل يوم خبير او يطلع لك بنك اجنبي او يطلع لك تقارير. احنا النهارده لما تيجي تشوف تقييمات الجنيه المصري امام الدولار اللي بتطلع لك من بره، تلاقي تقييمات مختلفه بشكل كبير جدا. لا، اعتقد ان احنا محتاجين يبقى في وضوح من الدوله المصريه داخليا لده. التقييمات اظنها فعلا مش هزار تخلي الواحد قاعد مش فاهم. يعني انا الاقي مثلا، وده اظنه كان من حوالي 3 ولا 4 شهور، كان في شهر ايه 6، كان في تقييم في نهايه فبراير واول مارس، وكانوا عاملاه جي بي مورجان، وكانوا بيقولوا نصا ان الجنيه المصري مقيم باقل من قيمته الحقيقيه، الجنيه المصري امام الدولار لا يجب ان يتعدى 24 جنيه ونص امام الدولار. المشكله ليست على الاطلاق في البناء الهيكلي بتاع الاقتصاد المصري، لكن المشكله في خلق وفره دولاريه ووجود السوق الموازي والمضاربات على السعر. ده تقرير جي بي مورجان. تلاقي تقرير تاني زي بلومبرج بيقول لك الجنيه المصري اصلا مش بال 31، ده الجنيه المصري ده هو ب 40 جنيه. فانت ما بتبقاش فاهم. انا اروح لجي بي مورجان، انا من الناس التي تثق في جي بي مورجان اكتر من بلومبرج بصراحه، بس اروح لتقييم جي بي مورجان ولا اروح لتقييم بلومبرج؟ طب والمستثمر الاجنبي يبص على ايه؟ انا اثق في البنك المركزي المصري. حلو. ولازم البنك المركزي المصري يخرج بتقرير يقول رؤيته، وحتى وانا متخصص الاقتصاد وبقول لحضرتك ده بشكل واضح، حتى وان كانت الرؤيه دي فيها مرحله صعبه، لان ده هيبني بشكل كبير جدا. انا كمستثمر متقبل ابقى عارف ان هو المرحله جايه صعبه، بس انا هبدا مثلا ابني مصنع او اعمل حاجه وهعدي المرحله دي، وبعدين في تصور القرارات ال 22 قرار اللي خارجين من مجلس الاعلى للاستثمار. صحيح. قرارات كلها مشجعه وحفزت المستثمرين، لكن انا النهارده مش محتاج تحفيز، انا محتاج سياسه واضحه واستراتيجيه واضحه للاقتصاد والاستثمار. الملف ده مش حتى الاستثمار لوحده، معلش، هو الاقتصاد بشكل شامل. انا النهارده ودي مثلا شرحناها في الحوار الوطني، قلنا ان الحوار الوطني به 8 لجان اقتصاديه في المحور الاقتصادي. الثمان لجان قد تخرج النهارده بتوصيات متعارضه مع بعضها، لان مثلا لجنه السياسات الماليه هتقول والله انا محتاج عشان عجز الموازنه ازود الضرائب وازود الحصيله الضريبيه. تيجي لجنه الاستثمار المحلي والاجنبي تقول والله عشان احفز الاستثمار محتاج حبه تسهيلات واعفاءات وتقليل الضرائب. فهنا معارض. فالسياسه الاقتصاديه سياسه متكامله، لازم ده يقعد مع ده يقعد مع ده، ونشوف الدوله المصريه تحتاج ايه منا في المرحله المقبله كسياسه اقتصاديه ورؤيه واحده نشتغل عليها، نبداها بقى من 2024 ل 2034 2040 مش مشكله، بس يبقى عندنا رؤيه احنا رايحين فين. لان النهارده لما بتتكلم في نماذج الدول التنافسيه، وده موضوع مهم جدا، بتلاقي كل دوله النهارده بدات الملف ده عارفه توجهها، عندها زراعه وصناعه وعندها تنوع، لكن هي في ملف هتاخده وتجري بيه شويه عشان تبدا تتميز. وكمان الاستثمار كان وضعه اتغير، كان المستثمر يدخل يعمل سيرشنج على كل الدول ويشوف الفرص الاستثماريه. النهارده لا، الدولة هي اللي بتروح للمستثمر اللي بتترجته او بتستهدفه وتقول له تعالى انا هوفر لك، وهوفر لك في الاراضي، وهوفر لك في الضرايب، وهوفر لك في التامينات، وعايز بقى نقل التكنولوجيا دي عشان تشتغل معايا، عشان انا كدولة شايفة نفسي في المكان ده في مرحلة تانية. هي دي الفروق النهاردة في لغة الحوار ولغة الحوار بتاعت المستثمرين. احنا النهاردة ليه بنطالب وزير استثمار؟ عشان يبقى حد عنده هذه اللغة والتعامل مع المستثمر بشكل واضح، ويقدر النهاردة يبقى في تقييمات ليه. هو النهارده في معدل التنافسيه مصر وضعها ايه وترتيبها ايه؟ النهارده في تشجيع الاستثمار وبيئه الاستثمار وضعنا ايه؟ الوزير بقى ده نحاسبه ازاي؟ لا، ما انت لو بتعلى ترتيب مصر وعدد والاستثمار، انا النهارده لا اقتنع ان حد يقول لي مصر كان مثلا وضع الاستثمار فيها 10 مليار دولار وزاد لي 20 مليار، ممتاز. قارني بقى بجنوب افريقيا، قارني بالمغرب، قارني بالسعوديه، قارني ببعض الدول اللي حوالينا.
عشان اعرف حجم الزياده في هذه الدول قد ايه وعملوا ايه عشان يتفوقوا في هذا الملف. حتى بعض الدول الافريقيه ككينيا او يعني كتير من الدول الافريقيه اللي شغاله بشكل كويس جدا. دي الجزئيه اللي بتكلم فيها معاك على التنافسيه. المستثمر بيجي يبص هنا ويشوف الفرصه هنا ايه والفرصه هنا ايه والفرصه هنا ايه. ودي الحاجات اللي احنا بنحتاجها تبقى في تخطيطنا في المرحله المقبله. اعتقد ان الموضوع بقى ملح ان يبقى عندنا اهتمام بملف الاستثمار بشكل تكاملي، لان مش هينجح ملف الاستثمار انت النهارده لو ما بقاش عارف السياسه النقديه وضعها ايه ولا السياسه الماليه وضعها ايه ولا تخطيط الدوله هي رايحه فين، مفيش حد هينجح في الاستثمار. لكن الاستثمار بيبنى على اتاحه المعلومه وعلى الثقه ورؤيه مستقبليه. ده الشكل طيب. ده كلام كويس جدا. انا النهارده لما اجي اقول والله انا جزء من مشاكلي هي انه مفيش زي ما قلت كده مفيش مستثمر من بره هيجي يدخل يستثمر جوه طول ما انا عندي سعرين للدولار، انت في رايك ايه اللي ممكن يحقق توحيد السعر؟ افتكر 2016. الاجابه سهله. افتكر 2016 كان عندنا سعرين، نوفمبر 2016 وساعتها عملت تحديث كان عندنا سعرين وكان الموضوع اصعب بكثير لان كان خلاص بقى لا احد يتوقع ان يحصل هذا حل لهذه المشكله. ودوله بحجم مصر عندها قدره في يوم، وانا بقول لك وانا اثق فيما اقوله ان ده كله ينتهي تمام، لكن النهارده يجب ان تنهيه بطريقه صحيحه لان انت عندك ضغوط كبيره جدا عليك كبنك مركزي والتزامات ماليه كبيره طبعا. جدا. والنهارده بنتكلم لو الدولار موجود في البيوت يبقى انت عندك مشكله. طول ما الدولار موجود في بيوت والناس بتحوش الدولار في البيت يبقى انت عندك مشكله كبيره. ايه الاليات؟ في اليات اعتقد ان المسؤولين عن السياسه النقديه في البنك المركزي قادرين على التعامل مع هذا الملف بشكل كبير جدا، لان تعاملوا مع هذا الملف والدوله المصريه تعاملت مع الاصعب منه 2016 وخطه الاصلاح الاقتصادي والتعويم والوضع بتاعه. هتقولي طب انت كده بترمي ان انت عايز تعويم تاني او حاجه؟ لا بالعكس، انا ما برميش لكده، لان النهارده الوفره في الدولار موجوده في السوق المصري. حضرتك النهارده لما بتبقى عايز دولار بتجيبه بقى بكام؟ دي مشكله تانية. فهي المشكله ان هو متوافر، لكن سعره ايه في السوق وهل هنجيبه في السوق السوداء؟ طب ما السوق السوداء بيطلع وبينزل على حسب التصريحات والرؤى. يعني هديك في مراحل، كان هناك اخبار واشاعات بتقول ان بعد مثلا العيد اللي فات هيحصل تعويم جديد، فكان السعر بيطلع بشكل مبالغ فيه. لما ده ما حصلش وخرجت تصريحات رئيس الوزراء وخرجت استقرار من البنك المركزي وثبات وزياده في الصادرات المصريه وزياده في ايرادات قناه السويس والسياحه، كل ده قلل وطئه ارتفاع السعر في السوق السوداء، بس قلل تحويلات المصريين في الخارج اللي قلت ليه؟ لان هو النهارده ماسك على الفلوس مش عايز يحول لاهله هنا، عايز يحقق اكبر استفاده، لان هو بيتعب فعايز يحقق اكبر استفاده، فبيستنى بيحاول بقى بطرق مختلفه تانية، وده مش فيه فايده للدوله المصريه. هي دي المصيبه. يعني انا بظن ان هو جزء من الطامات الكبرى اللي موجوده في مساله الدولار مش على الإطلاق سياسات المركزي، بل بالعكس على ما يبدو أن سياسات المركزي جيدة أو فيها من الجودة اللي خلق لحد النهاردة. احنا بنتكلم على داخلين على شهرين في 60 يوم وقد يكون يزيد استقرار لسعر الدولار في السعر الرسمي. طيب وعلى السعر غير الرسمي بقالي شهر عمليا الدولار بيتحرك هبوطا صح واصل. يعني انا بقعد اسال، ما انا برضو اعذرني لازم افهم، انا مش هبقى قاعد في بيتنا يعني معتمد على شويه كلام فاضي، فبقعد اسال بجد وبكلم الناس اللي بتعمل حركات النص كم دي. لا هو السعر 36 و35 وحاجات زي كده ووارد انه ينزل، بس الناس بره بيطلقطوا من قبل مكاتب وافراد يتقال له بص بالظبط كده نصا، ده اللي بقى اللي بيجرى بيني وبينك، بص انت لسه هتحول الدولار عن طريق البنك ويصرفوه لعيلتك مش عارف 30 70 ولا 30 65 ولا 95، بص انا هدي لك ال 35 جنيه على الدولار. طب ازاي باشا؟ اخوك يقدر يقابل اخويا في ميدان التحرير امتى؟ ده هو كده بره مصر. طب خليني ارد عليك بس في الحته دي، وخليك معاه على التليفون ها معاه الفلوس المصري. تمام سلم واستلم. خليني ارد على الحته دي مهمه جدا. انا من اكثر المؤيدين وشايف ان البنك المركزي المصري في سياساته متميز للغايه. بالعكس حجم الضغوط اللي على الدوله المصريه كبير جدا والسياسه النقديه والبنك المركزي تعامل معاها بامتياز، لكن النهارده الحاجه اللي انا بطلبها هو اعلان الرؤيه المستقبليه عشان الناس. عارف القصه دي بتحصل ليه؟ لان الناس مش شايفه احنا رايحين فين. لو انت بدات توريهم تقول لهم انا توقعاتي في هذا الشان ان احنا النهارده هنقدر نوصل للليفل ده، لا مصر عندها مصادر تجيب منها عمله صعبه بشكل معين، لا النهارده مفيش اللي انت بتقول عليه دوت والتقييمات وضعها كذا. لما بتتكلم مع الناس وانت البنك المركزي للدوله مع المواطن، ده بيدي استقرار ل بيحصل كده ليه؟ لان هو شايف بيقولوا له هناك لا ده استنى ما هتحوله بسعر البنك المركزي ده هيعلى،
تمام؟ لا، لكن لو أنا عندي رؤية واضحة، الشفافية بتكسر كثيرا جدا من قواعد الخلل في أي سياسة. طب تعالى نفكر بصوت عالي أكتر. أظن، وصححني أنت اللي في اللجنة الاقتصادية، أنا بتاع إعلام، أظن البنك المركزي عشان يبدأ يعلن عن سياساته النقدية خلال الفترة المقبلة طويلة الأمد أو متوسطة الأمد، حتى مش هقول لك قصيرة ولا حاجة، لازم الأول السنة المالية دي تخلص فيشوف قدامه، والله ده قناة السويس عملت كذا، ده سياحة عملت كذا، ده التصدير عمل كذا، إلخ من روافد النقد الأجنبي اللي بتخش لمصر، بناء على الأرقام اللي قدامه يبدأ يحدد إعلان السياسات المقبلة خلال الفترة الجاية. والله هيحرر مش هيحرر، لا نحتاج لتحرير سعر صرف. أنا في ظني أنا مش محتاج المزيد من تحرير سعر الصرف. وأنا بؤيد كلامك بشكل إيجابي، أنا أعتقد أن احنا مش محتاجين نعمل ده، محتاجين نهدى شوية، لأن الوضع بتاع الاقتصاد العالمي كله بيتغير بشكل أكثر عنفا مما حد مدرك. الاقتصاد في مرحلة 2023 حتى 2025 أنا في رأيي أن في متغيرات كتير هتأثر على كل دول العالم. رفع سقف الدين عند الولايات المتحدة الأمريكية في رأيي، وأنت راجل بتاع اقتصاد، في رأيي بس صححني لو سمحت، أنه الفيدرالي الامريكي مش هيحتاج يرفع سقف يرفع الفايده تاني، على الاقل ممكن يثبت، وممكن اكون غلطان. ده مثلا لا. الاول نعدي مرحله، واللي هي المرحله اللي ناس كتير من الخبراء سواء سياسيين او اقتصاديين بيقولوا ان هي هتعدي في رفع سقف الدين في يوم 4/6 القادم، اعتقد ان ده التاريخ اللي هيتم الرفع. ومبدئيا اعلنوا ان هم خلاص هيرفعوا، يعني بالظبط كده مبدئية. طيب الفايده اصلا هو اعلن من بدري قوي، هو لما حصل عنده تضخم قال لك انا هفضل ارفع الفايده بشكل تدريجي. صح. وبعدين هتوقف فيها. الفايده على مستوى العالم الشهرين اللي فاتوا بدا المعدل يستقر وينخفض في كل الدول سواء امريكا او اوروبا او حتى مصر هنا، تمام. لكن انا النهارده هرجع لك للسياسه النقديه. احد الحاجات اللي ممكن تؤرق الناس البسيطه جدا لما تيجي مسافر بره مصر ومعاك الفيزا بتاعتك ومش عارف النهارده وفلوسك مش عارف النهارده تخرجها بشكل تتعامل عليها خارج مصر، ده من احد المشاكل اللي النهارده بتدي قد تعطي رساله سلبيه، ان النهارده انا مسافر معايا 50,000 جنيه في الفيزا بتاعتي مش عارف استخدمهم بره، فيبقى عندك مشكله ان انا بستخدمها بس ليه حد ليك حد. طيب ما هو احيانا انا ببقى قاعد بره مثلا شهر ولا حاجه، ولا قاعد اسبوعين او ثلاثه، محتاج رؤيه استراتيجيه واضحه للاقتصاد بشكل كامل. يعني انا النهارده لازم ابقى عارف هبدأها بقى من 2025 من 2024، خصوصا ان في تغيرات كبيرة، والتغيرات دي ممكن تكون ما بين الصراع الصيني الامريكي، ما بين مجموعة البريكس ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، كل ده النهاردة بيقولك ان في مرحلة هامة واستقطاب لدول العالم للتوجهات في ما اي من الجانبين سوف ينجح في هذه الحرب الاقتصادية اللي اعتقد نتائجها اقتربت بشدة ان الحرب دي بان لها نتائج في هذه المرحلة. يبقى لازم يبقى عندنا زي ما يقولوا كده انذار مبكر ورؤيه استباقيه، مصر وضعها ايه وهنروح فين، والرؤيه دي تبقى واضحه لكل الجوانب، لان ده هام جدا لملف الاستثمار والاقتصاد في الدوله المصريه. احمد انا عايز اقعد اكتر من كده، الحديث في الاقتصاد ده بيبقى ايه يعني ايه بيفرحني واحس ان في كميات من الدوبامين بتضرب في نفوخي بصراحه، بس هعمل ايه؟ لقد هامنا الوقت. نورتني وشرفتني ومبسوط جدا انك اتقابلنا النهارده، واتمنى ان احنا نتقابل تاني كمان قريب، وكده كده لازم هنتقابل مره في المجلس، يبقى عندنا يعني باي شكل من الاشكال كده نقطه تلاقي، عشان الايام اللي بنيجي فيها غير الايام اللي بس هنتقابل برضه. انا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا، كل الشكر للنائب احمد سمير زكريا عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشيوخ. حديث حول الاقتصاد وحديث شديد الوضوح وحديث رائع جدا، ولكن بمنتهى البساطة مضطرين ان احنا ننهيه عشان خاطر طبعا رجائي النهاردة ولا كريم اللي هيكون موجود يا جماعة، رجائي رمزي هيكون موجود النهاردة ورقم 10. ما احنا كنا العمر، قابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.